تفضل اخويا. انا طلبت اول اللقاء ايه؟ من قصايد ابوي. يا سلام. جيت هنا جزء من قصيده له. يا سلام. احنا ودنا تراها من البر، ودنا نوسع صدر ابو حزام ويستاسع ابو محمد. ابو محمد وابو حزام. احنا ما نعرف الاحزام الحين. ونعم شايب شاعر. يا سلام. الله يطول عمرك. يا سلام. جدي قبل شاعر. يا سلام. من بيت شعر. ما شاء الله. هذه ابيات من قصيده له، يقول فيها: يا اصحابنا ما هي قضيه فلسطين، اوضاعنا واوضاعها ما تشابه، عوافي الدعوه بعرف وبراهين، برهانها الفصحى مع اهل مع اهل الخطابه، بقول لي كلمه وركز معي زين، وهرج الصحيح ينوم سلي حكابه، يروي اللسان وتشهد الاذن والعين، ومن دونها يضعف سند الاستجابه، وحديث ما جاء في كتاب الصحيحين يبقى ضعيف ولا رواه الصحابه. لا جاكم الفاسق بعلم النبشيء، حذرة تصيب القوم منكم احرابه، هذا حسب ظني وعرفي من سنين، وعرف رجال اهل القداء والمهابه. يا سلام. يا سلام. عندي تعليق. لسانك وصح لسان الوالد. تفضل حبيبي. سامع. عندك ابو عبد الله عند ابو سعد؟ لا عنده هو عليه الدور. تفضل. انا بطول كلام.